السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه ال 22 من بي تريبل ام بي، ولسه بتالت ام ماشين. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن السكرو تيب او الحربه، وعرفنا قد ايه اهميتها بالنسبه للحقن، وان هي السبب الرئيسي في اتمام عمليه الحقن. وقفنا عند المشاكل اللي ممكن تحصل لو حصل فيها تسريب. يحصل ايه لو حصل فيها تسريب؟ زي ما قلنا هتاثر على كميه الخامه اللي داخله جوه الاسطمبه على حسب التسريب اللي فيها. لو هي مش موجوده خالص مفيش خامه هتدخل في الاسطمبه تقريبا، والخامه كلها هتتحرك ورا الحربه، ديك الحربه تتحرك لقدام، الخامه تنط من عليها للناحية التانية. ولو حصل فيها تآكل جزئي يبقى هيحصل تسريب جزئي للخامة، بدل ما الخامة بنسبة 100% تخش جوه الاسطمبة يبقى هيخش مثلا 80 وتعدي 20، ويفضل النسبة دي تزيد لحد ما تتبري خالص وتبوظ ويبقى محتاج تغيرها. طيب لو انا شغال على مكنة الحقن وحصل تآكل وانا مش عارف، ايه الحاجات او ايه المؤشرات اللي لما اشوفها اعرف ان في مشكلة في الجلبة دي؟ اول حاجة وانا شغال على مكنة، لو المكنة منتظمة وبتشتغل بشكل طبيعي بتحقن حقنة ورا التانية ورا التالتة، هتلاقي في بعض الحقنات بتيجي ناقصة وبعد شوية تيجي حقنات زايدة ومريشة. اول ما يحصل التغيير ده، بشرط ان انا ما اكونش بغير حاجة في البرنامج، اول ما يحصل التغيير ده اعرف ان في مشكلة في الجلبة بتاعتك، ويبقى لازم تفك وتكشف عليها، ولو لقيت فيها خلل او تآكل لازم تتغير فورا. تاني مشكلة هتلاقي مرحلة السخانات الوسطية اللي هي تعتبر المرحلة الثانية في الفتيل، درجة حرارتها بتعلى عن الدرجة اللي انت ظابطها، وده ليه؟ عشان الخامة اللي هي منصهرة اللي هي بتبقى اعلى درجة حرارة في مجموعة الفرن كلها، بدل ما بتدخل جوه الاسطمبة بتنط ترجع لورا. لما تنط ترجع لورا وهي حرارتها عالية، درجة الانصهار بتاعتها، فتبتدي تعلي الحرارة بتاعت المرحلة اللي قبليها وتأثر عليها. فتبص هتلاقي ان السخانات، لو انا بصيت كده على مرحلة السخانات اللي انا ظابطها، هلاقي المرحلة اللي في النص درجة حرارتها اعلى شوية من اللي انا ظابطها عليها. اعرف على طول ان في تسريب جزئي حصل في الفالف ده او في الجلبة دي، فرجعت شوية خامة من اللي حرارتها عالية اللي المفروض تتحقن جوه الاسطمبة، رجعتها للمرحلة التانية تاني. فبرضو في الحالة دي ده بيبقى انذار لبداية تسريب من الخامة، ولازم اخد بالي وابقى مجهز جلبة تانية احتياطي عشان اركبها على طول. تالت مؤشر اللي لو ظهر عندي اعرف ان انا عندي مشكلة في الجلبة دي، ان اثناء التحضير لو لقيت زمن التحضير اكتر من الزمن المحدد للاسطمبة او للمنتج ده، يعني مثلا فرض ان انا بحضر مثلا في منتج معين 10 ثواني، لو لقيت ال 10 ثواني دول بقوا 12، بقوا 15، بقوا 20، اعرف على طول ان انت عندك مشكله في الجلبه. وده ليه؟ عشان بيبقى فيه خامه من المنصهره بتعدي ورا، بتمسك على الفتيل زي العجينه كده، فبتمنع الفتيل ان هو ياخد خامه جديده، بتقلل عمق السنه، بتاخد من الحيز اللي المفروض تدخله خامه جديده، فكأن هي بالظبط قللت الكفاءة بتاعت التحضير بتاعك، فبدل ما بتحضر خامة معينة كمية خامة معينة فبتخليك تحضر النص بس، وعشان كده زمن التحضير بيزيد في الحالة دي. رابع مؤشر والأخير ولو لقيته يبقى لازم تغير الجلبة فورا، هي ان انت تلاقي بلوكينج تحت الأدوس او القمع، او تعجينة تحت القمع اللي هي مكان دخول البلاستيك للفرن، وده معناها ان كمية الخامة اللي بتتسرب من الجلبة دي كبيرة جدا لدرجة انها غطت الفتيل كله ورجعت لحد اول مرحلة من البلاستيك وسدت مكان دخول البلاستيك للفرن، فعملت عجينة ما بين الخامة المنصهرة وجزيئات البلاستيك اللي لسه نازلة. طبعا في الحالة دي هي سدت مكان دخول البلاستيك بشكل كامل. في الحالة دي طبعا انت تبقى متأكد ان انت عندك مشكلة في الجلبة ولازم تتغير فورا. وانتظرونا الحلقة الجاية ونكمل كلامنا في مكونات مكنة الحقن. نشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.